بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين. وبعد، أرجو الاستماع إلى آخر كلمة في هذا الفيديو. لو يعلم المرء سر الحجامة وسر دوائها وشفائها التام لما تركها طوال حياته. وإليك ما جاء عن أهمية هذه السنة النبوية الشريفة في صحيح ابن ماجه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وعن سيدنا سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة. وعند الترمذي: فإنها شفاء من كل داء. وفي مختصر مسلم عن سيدنا جابر: إن في الحجم شفاء. أما أوقاتها فقد روى ابن ماجه عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. يعني هذه الثلاثة أيام المفردة في كل شهر هجري، ويجوز في كل وتر من الشهر الهجري. روى الطبري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر، أي الشهر الهجري العربي القمري. وهذا هو المستحب لغير المتعجل لها، أما المحتاج إليها ففي أي يوم وأي وقت يجوز. للحديث الذي رواه سيدنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبين بصاحبه يقتله، أي إذا هاج وثار فيسبب ارتفاع ضغط الدم الشرياني فيؤدي إلى نزيف داخلي. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يحتجم في أي وقت هاج به الدم وفي أي ساعة كانت. وقد سئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت والأربعاء فقال: لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه ولا أكره شيئا من هذا. هذا ورد في المنتقى في شرح الموطأ. وجاء عن المالكية أيضا: تجوز في كل أيام السنة. وفي كتاب البخاري: باب في أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلى. والخلاصة: فإن احتاج إليها المحتجم نفعت بأي وقت كان من أول الشهر إلى آخره، في كل ساعاته، في ليله وفي نهاره. والحجامة على الريق أفضل وأنفع وأشفى. جاء في الحديث: الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. وقال صاحب القانون الحسين بن سينا الطبيب المشهور معروف: أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، أي بعد الفجر. أما موقعها فقد جاء في الترمذي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. والأخدعين في الرقبة خلف الأذنين، والكاهل أعلى الظهر ما بين الكتفين. فإن احتاج لأكثر من ذلك يجوز في كل أنحاء الجسم، شريطة أن يكون الحجام ذو خبرة وتجربة طويلة. وعن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، واليافوخ موضع في وسط الرأس من أعلاه ويسمى اليافوخ الأمامي، ووسطه من خلفه ويسمى اليافوخ الخلفي. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة وهو محرم في وسط رأسه من صداع وجده. وفي مسند الإمام أحمد عن سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم. الحديث. وعن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. أما منافعها: تقوي الصلب وتجلو البصر وتذهب صداع الرأس والخمول والدوار الدوخة، ولمرضى الناعور وقد أجريتها تكرارا ومرارا، وتعدل جميع نشاطات الجسم ونشاطات العلاقة الزوجية، وتصلح الفشل الكلوي وأمراض القلب والدم، وهي علاج وقائي من ضغط الدم والسكر.